حول التلقيح الاخر اللي تعلمت عليه مؤخرا في الاخبار، وبان باش نكون من اوائل ديال التلقيح ولا لا، بيان سي غنكون انا لا. علاش؟ وكنفض كاع لانه ما عرفناش حتى المصدر ديالو، وما عرفناش الشركه اللي خرجته والتجارب اللي جرات عليه. تفاجئونا في ظل ديال الانتصار وباء في ارتفاع الاحصائيات من عشيه وضحى، وجد التلقاح في يتم تعميمه. كتبدا تطرح اسئله كبيره، وخاصه بمقارنه المغرب مع الدول العظمى اللي باقا كتعاني في مع الوباء ديال الكورونا، وما وجدش التلقيح ولم تعمموا على شعوبها. وكيظل المغرب كدوله متخلفه من دول العالم الثالث تعاني من عده صعاب، ونكونوا سباقين. هنا كيبقى السؤال كبير، لهذا كيبقى التخوف، وكنتمنى ما يكونوش فارضين على المواطنين بقوه. اما الوباء راه دابا خدينا تجربه عليه، دابا سنه راه كاينه احصائيه ديال الوفاه، وكاين احصائيه ديال الشفاء. حنا نشوفوا احصائيه ديال الشفاء ونتفائلوا معها خيرا ونتعايشوا معها. وهذه راه تجربه مشى مع الوباء ديال كورونا، ظهرات مع فيروس السيدة ومع عدة فيروسات في السنوات مؤخرة. هو لقاح كفكرة فكرة جد جيدة للشعب المغربي، عنده وحنايا من الدول الخمسة اللي لقاو زعما في عالميا اللقاح، وفكرة مزيانة وغنستافدوا إن شاء الله. ولكن كنظن أنه بعض الفئات غتكون من الأواخر اللي خداو هذا اللقاح، هذا حيتاش سبقوا الخطوط الأمامية اللي هما رجال الأمن ورجال الأطباء ورجال التعليم والمسنين. فعلى ما أعتقد أنه سنكون من الأواخر اللي سنأخذ هذا اللقاح. هي بادرة طيبة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكيسار على سلامة المواطنين المغاربة، وليه الامتياز اللي خلى المغرب من الدول الخمس العظمى اللي استفدوا من اللقاح بشراكة مع الصين. وفعل بحد ذاته غادي يكون هو الدولة اللي تكون تجارية والباب الإفريقي لترويج هذا اللقاح في القارة الإفريقية. وكأنا شخصيا راه ما غاديش نستافد من الاوائل بيان سيغ، حيت غادي يكونوا في اصحاب الصفوف الاماميه كالتعليم والصحه ورجال الامن، ولا كانوا هما الاولين دازوا من هذه المرحله وما كانتش شي اثر ايجابيه سلبيه ولا شي حاجه نقدر نتطوع. وامريكان يمكن ما ديكلاراش، انا بالي في انستغرام وفيسبوك تيقولوا عيل المغرب غير العن وسيدنا الله ينصرو غادي يدير تلقيح اكثر من 18 سنه، علاش ما بغوش يجربوا قل من 18 سنه؟ شنو هما الاعراض ديال هذا اللقاح؟ وريني، اعطيني واحد لا بروسبيكسيون باش نقرا نعرف شحال من الميليغرام، نعرف شحال وما تعرف يكون فيه اليورانيوم، يكون فيه شي 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 ماده اللي غتعوق لينا حياتي كامله. عقلتي ديك الجلبه اللي كانوا كيديروا لينا مطبعه ياك؟ ما كايناش في دوله، الحمد لله قريت في غربه ما خليت حتى بلاد في العالم. هذيك الجلبه اللي عندنا احنا المغاربه يعني طبعونا، وما تعرف اخويا هذا اللقاح غادي يجي لنا شي حاجه اخرى، ما تعرفش لنفترض ان التجربه نجحت في الاول، واش غادي تكون من الاخرين اللي غادي يستافدوا؟ نقدر نكون من الوسطين، من الوسط ما غنكونش من الاولين وما غنكونش من الاخرين، فهمتي؟ كما قرانا في انشاء مقدمه عرض خاتمه، انا غنكون من العرض الوسط، اما يجربوا ونشوفوا. مادام انه صدر من عند الملك من عند الديوان الملكي جلاله محمد السادس، والا عنده اثار ايجابيه على المغاربه وعلى العالم عموما، نحن نعلم ان اي فيروس ولا اي لقاح عنده اثار ايجابيه واثار سلبيه. لكن يعني مثلا ليس فقط اللقاح مثلا لديه اثار سلبيه، يعني مثلا الحامض ولا اي ماده اخرى عندها اثار سلبيه، ولكن تطغى عليها الاثار الايجابيه. وان شاء الله مادام انه ماشي اوبليجي باش يلقحوا، يعني كان الناس ما تيقنش باللقاح، لهذا خلات الدوله عموما انه اللقاح ما يكونش اوبليجي للناس، وان شاء الله يكون عنده اثار ايجابيه وندوزوا الجائحه سالمين ان شاء الله. بالنسبه لي انا حتى يبداو الناس ديال الصفوف الاماميه يعني التعليم والصحه والشرطه، واذا كان اثار ايجابيه اكثر عاد نتقدموا حنا. بعد قبل كل شيء كنتمنوا الشفاء للملك ديالنا الحامي البلاد والعباد، وانا بالنسبه للقاح غنكون الناس الوسطانيين. علاش؟ ونشوف كيفاش غتكون البدايه ديالو والنتائج اللي غادي يعطيه، ومن بعد هذيك الساعه حتى حنا نكونوا من الناس المنخرطين في هذا الواجب الوطني.
انا شخصيا بعد اي حاجه كيشارك فيها صاحب الجلاله ما كنتخوفش منه، لان هذاك السيد الله ينصره هو الوحيد اللي في هذه البلاد اللي يمكن يخمم منه.